أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية والتي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تستذكر بالإجلال والتقدير الروح الكريمة الخيرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مشيدا بمبرة ومبادرة جلالته حفظه الله ورعاه بإنشاء هذه الجائزة تخليدا لذكراه العطرة واحتفاء بمواقفه وأعماله الإنسانية ودوره الكبير في تأسيس الدولة الحديثة، لتبقى هذه الجائزة شعلة خير وتكريم لمن يسهم في خدمة البشرية جمعاء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وبحضور مندوبي مختلف وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، وذلك للإعلان عن الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة، والتي قرر مجلس الأمناء منحها لطبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يسرني أن نلتقي في رحاب جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لنستذكر بالإجلال والتقدير الروح الكريمة الخيرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مشيداً بمبرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومبادرة جلالته بإنشاء هذه الجائزة تخليداً لذكراه واحتفاءً بمواقفه وأعماله الإنسانية ودوره الكبير في تأسيس الدولة الحديثة، لتبقى هذه الجائزة شعلة خير وتكريم لمن يسهم في خدمة البشرية جمعاء. إن هذه الجائزة ومنذ انطلاقتها في فبراير عام 2009 وعبر دوراتها الأربع تؤكد إيمان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بروح التسامح والتعايش المشترك والحرص على الاستكشاف والتعريف بأصحاب السبق في مجالات العمل الإنساني وتكريمهم من واقع المبادئ التي أنشئت من أجلها الجائزة. من أجل ذلك عمل مجلس أمناء الجائزة وبجهد وعمل متواصل مع أمانة الجائزة ولجنة التحكيم المؤلفة من شخصيات عالمية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والقانونية والأكاديمية في البحث والتحري فيما تلقته أمانة الجائزة من أعمال إنسانية من مترشحين لنجز الجائزة الذين بلغ عددهم 139 مترشحاً من جميع أنحاء العالم لدورتها الخامسة 2021-2022. تم استعراض القائمة واختصارها إلى 5 مترشحين ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة. وبحسب النظام الأساسي للجائزة والإجراءات المتبعة، قام مجلس أمناء الجائزة باستعراض أعمال 5 مترشحين، حيث تقرر أن يقوم فريق عمل ميداني بالسفر والتحري من عمل المترشحين للفوز بالجائزة. وبناء على ما جاء به تقرير الفريق الميداني وفي ضوء الاجتماع والتداول التي عقدها مجلس أمناء الجائزة، فقد تقرر منح الجائزة لطبيب العيون الدكتور سندروك رويت من النيبال تكريماً لعمله وجهوده الإنسانية، التي سيقوم أمين عام الجائزة السيد علي عبد الله خليفة بتقديم نبذة عن سيرة الفائز وأعماله وإنجازاته في المجال الإنساني. وشكراً.
وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك إن هذه الجائزة ومنذ انطلاقتها في فبراير عام 2009 وعبر دوراتها الخمس تؤكد إيمان مملكة البحرين الراسخ في ظل مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأهمية التسامح والعيش المشترك والحرص على إبراز أصحاب السبق في مجالات العمل الإنساني وتكريمهم من واقع المبادئ التي أنشئت من أجلها الجائزة. وبدوره أوضح سعادة السيد علي عبد الله خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية بأنه قد تقدم لنيل الجائزة في دورتها الخامسة 145 مترشحا من مختلف بلدان العالم، وعمل مجلس أمناء الجائزة وبجهد وحرص متواصل مع أمانة الجائزة ولجنة التحكيم المؤلفة من شخصيات عالمية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والقانونية والأكاديمية بالبحث فيما تلقته أمانة الجائزة من أعمال إنسانية من مترشحين لنيل الجائزة لاعتماد 139 مترشحا تم عرض أعمالهم المكتملة الأهلية على هيئة تحكيم من ذوي الاختصاص يمثل أعضاؤها قارات العالم، وتم استعراض القائمة واختصارها إلى 5 مترشحين ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة. من جانبه تحدث رئيس لجنة التحكيم البروفيسور يان بولسون عن مهام لجنة التحكيم ومعايير الاختيار بما يتوافق مع أهداف الجائزة ومبادئها وإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى. مداولات كثيرة وعملية بحث دقيقة قام بها فريق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية على 5 من المترشحين لنيل الجائزة، ليقع الاختيار على طبيب العيون النيبالي سندوك رويث، والذي اشتهر عالميا بابتكار طريقة جديدة لعلاج مرضى عتمات العيون من خلال تطوير عدسة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر أرخص بكثير عن مثيلاتها. لجنة التحكيم تحدد 5 وتعرضهم على مجلس الأمناء، مجلس الأمناء يكلف لجنة البحث الميداني، فريق البحث الميداني يروح إلى المواقع المترشحين 5 في مواقعهم ويشوف هل المعلومات هذه صحيحة، هل هي مناسبة أو غير مناسبة، وبعد ذلك يبدأ يعني اختيار فائز واحد من الفائزين، وطبعا الفائز يحصل على ميدالية ذهبية وشهادة تكريمية موقعة من جلالة الملك المعظم، ويحصل على قيمة الجائزة اللي هي قيمتها $1,000,000 أمريكي. إنجازات لافتة حققها طبيب العيون سندوك في مجال علاج المرضى الفقراء لإنقاذهم من العمى دون أي مقابل مادي. هذه الجائزة، والآن احنا وصلنا إلى الدورة الخامسة، أصبحت من الجوائز الهامة على مستوى العالم لخدمة الإنسانية. وجلالة الملك الله يحفظه لما وضع هذه الجائزة تكريما لسمو الأمير الراحل أراد أن تعكس حقيقة سماته وشخصيته من حبه للناس وخدمته لمجتمعه. هذه الجائزة العالمية أصبحت علامة بارزة لخدمة البشرية من دون تفرقة أو تمييز، ورمزا للإنسانية والرحمة والتأخي، كما تخطت حدود المكان للتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة ومساعدة الإنسان وتحفيزه لبلوغ الأهداف النبيلة من أجل حياة أفضل. تأتي جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة لتكشف عن الجهود الإنسانية التي يقوم عليها أناس نذروا أنفسهم لخدمة البشرية جمعاء، وتكون دافعاً للشباب لإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في نصرة الإنسانية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.